الطواطم، التذكارات، سلاسل الحظ، قلادات عجيبة. هل أحضرت ما طلبناه منك؟ أعطيني إياه، أعطيني إياه. عليك أن تعطيني مالاً أولاً. سيدي، يبدو أنه ينقصنا بعض المال. سيدي، سننتظر الحصول على قرض. سيدي تعال بسرعة. هاي، اشترينا منك الكثير، ألا نحصل على حسم حتى؟ حسناً، أنا قادم. حسناً، ما الذي يحدث؟ انظر بنفسك. أليس هذا الهندي المتشكك من قبيلة الدبابات الغاضبة؟ أجل، هذا صحيح، وقد تخلت عنه قبيلته. إنهم لا يعرفون شيئاً عن قيم الأسلاف. أنا أشعر بخيبة أمل. لا يمكننا استضافته، لا نقبل بالهنود داخل السجن. حسناً، لا خيار لديك. إلى اللقاء. دعني أذهب، سألقيه درساً لن ينساه. دعني أذهب، دعني. إذن يا فالكون المدهش، كيف تجد التعامل مع هؤلاء القوم؟ إنهم ملعون بالأشياء الصغيرة، تذكارات ورموز للحضارة الهندية. أغلق فمك، كل ما تفكر فيه هو المال. قارب الشهر على نهايته وينقصني المال. كفى، سيكون اسمك فالكون المخادع من الآن. إن هذا هو قرار النهائي. هل شاهدتم الذي حدث؟ عليك أن تذهب الآن إلى زنزانتك. سينام الساحر المتشكك في العراء. من تظن نفسك تنص القوانين على كل السجناء؟ يمكننا أن نسمح باستثناء واحد. لا يجب أن نثير استياءه. لدي خطة، يجب علي أن أتملقه. على القبيلة الصفراء والهنود مواجهة القبيلة الزرقاء، فهم يقمعون حقوق المضطهدين. الساحر المتشكك معجب بخطاب الثرثار، وقد قبل بالتحالف مع الإخوة على شرط أن يعتنقوا الحضارة الهندية. ولكن بعدها سنلوذ بالفيران. والآن يجب عليكم أن تجيدوا التحدث بلغة الأسلاف. دونوا ما أقول. في الوادي قرب نبتة الصبار القديمة يرعى الثور الحشائش، ويحيط به قطيع هائل من الجواميس، 10,000 جاموس. سيدي، لقد عادت الجواميس. عيناي تؤلمانني، لم أعد أستطيع التحمل. أين هي الجواميس؟ بهدف إطعام القبيلة وتكريم ذكرى الأسلاف، يجب أن تجيدوا اصطياد الجواميس. على الصياد الجيد أن يتعقب أثر الفريسة. هي من يتعقبنا. أيها المجند، لتكون هندياً بحق عليك أن تتحلى بالشجاعة والإقدام. هيا. من الأذكى؟ من الأقوى؟ من الأروع؟ من الأرقى؟ من الأذكى؟ من الأقوى؟ من الأروع؟ من الأرقى؟ هيا يا فريقنا، هيا. بعد هذا التدريب الأخير، يود الجرذ المبتسم والقنفذ النتن أن يرحب بكم إلى قبيلة الهنود. لا أسمعه، ماذا يقول؟ لتصلوا إلى هدفكم عليكم مواجهة الخوف وإجادة التحليق. يقول إنه علينا أن نقفز لنصل إلى الهدف. ابدأ أنت يا أفريل، ابدأ. نسيت الحبل المطاط. صحيح. التالي. آه.
أحسنت، هذا جيد. لقد تصالحت قبيلة الدببة للتو مع القبيلة الزرقاء. أحمل لك خبرا سارا، أنت حر. تم توقيع معاهدة سلام وحصلت على عفو. هذا غير مقبول. السلام مع القبيلة الزرقاء مستحيل. سوف أريهم قدراتي الآن. إذن نحن لن نعطلك، سنمضي في طريقنا. لا، لم تنتهي فترة التدريب بعد، عليكم أن تبقوا هنا. اسمع يا ذريش، خضعنا لتدريباتك السخيفة وسمعنا خطاباتك المملة، أخرجنا من هنا. لسان الخائن أكثر سما من لسان الأفعى. لا تتحركوا وإلا أطلقت عليكم عاصفة. لقد علقت. إن تقنية الهنود متطورة جدا وأنت مبتدئ. أجل! طواطم، تذكارات، بلادات، سلاسل عجيبة. هل أحضرت طلبنا؟ سترة مع قبعة مضحكة ومظلة هندية. كيف ستدفع لي هذه المرة؟ هل ستقبل بالماء؟ ما هو النشاط المقرر لليوم؟ الرقص في المطر بأسلوب الديسكو يزودكم بالنشاط والمرح. مع السيد فالكون. أيقظني حين ينتهي. أهلا بكل السجناء، اليوم سيعلمنا سيد فالكون آخر صيحاته. هل الشتاء بهذه السرعة؟ لقد نمت طويلاً. عندما أحاول أن أرقص أقع باستمرار. ظننتك تؤدي حركات رقص خاصة بك. أشكرك يا سيد مدهش، والآن يا سادة حان دوركم. يذكرني هذا المنظر بنشاط الأسبوع الماضي. تحضير المشويات، صحيح؟ هذا يبدو مألوفاً. حركات مميزة، هل تمانع لو دونت بعض الملاحظات؟ يا سيد الرقص، أوقعت شيئاً. أين ذهبت جو؟ لقد اختفى في تلك الغمامة. اختفيت؟ ولكن أين اختفى؟ لدي خطة، سيشكل أفريل غمامة ثم نختبئ تحتها، وعندما تفتح الأبواب ننطلق هاربين. الحرية أخيراً، لا داعي لشكري. من يحمل صفحة الرياضة؟ لم أنتهي. أحمل صفحة الفكاهة إن كنت تريدها. أصيب ثلاثة من الدالتونز في انقلاب داخل السجن، أيبدو هذا مألوفاً؟ فتح الباب، حان الوقت يا أفريل، هيا ارقص، ارقص. أرقص؟ أنا لا أستطيع، فمزاجي غير ملائم أبداً. قد يصبح ملائماً إذا ركلتك. حسناً، سأرقص وأهتز، هيا بنا نرقص تحت المطر، هيا فلتمطر السماء. الاحتباس الحراري بات خارجاً عن السيطرة. أجل، كما أن حالة الطقس متقلبة للغاية. هيا تحرك، تابع الرقص، تابع الرقص. دائما ما تأمرونني، تحرك، ارقص، اهتز. هم؟
سئمت من تأثيرات الاحتباس الحراري. هذا صحيح، كما أني سئمت من المشاركة. اسمعي آنسة بيتي، ربما علينا أن نعيد تقييم برنامج النشاطات. لا مساحة. فالكون المدهش غير مسؤول عن التبدل المناخي. جاك، ويليام، هل ترقص؟ حسناً، بتنا جميعاً هنا، هيا بنا. هاي أيها الفكاهيان، عندما تسمح لكما الفرصة أغلقا تلك البوابات جيدا قبل أن يقرر أحد السجناء الهرب. نجحنا، تمكننا من الهرب. مرحبا. مرحبا، نحن نمر وحسب، ربما نجتمع لاحقا ونحتفل. بما أن طقوسنا تروق لباهتي البشرة، لعلهم يريدون المزيد. افتحوا البوابة. من هناك؟ الدالتونز، نريد أن نعود إلى السجن. أدخل الرقم السري. الرقم السري؟ ماذا تقول؟ لقد طورنا نظام الإنذار للتاو، لا يمكنكم الدخول من دون الرقم السري. وماذا عن 1 2 3 4؟ لا أصدق هذا. يا له من رقم يصعب تذكره. حصلتم في الوقت المناسب، السيد مدهش على وشك أن يبدأ نشاطا جديدا، دليل المبتدئين لرقصة النيران. لدي رقصة لك، ما رأيك بأن توظف على الرقص وأن لا تعود مجرما؟